أو من جانب مستقبلي، وهو مسؤوليتنا جميعا. اليوم تم عقد مؤتمر عشائري في قيادة شرطة ميسان بحضور الأخ مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية، وطبعا بحضور كريم للسيد مستشار دولة السيد رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد عباس العربي، وأيضا وجود نستثمر وجود السيد قائد عمليات باحتبار عمليات ميسان، استلم منصبه حديثا، وإن شاء الله سوف يكون وجوده فاعل وداعم للأجهزة الأمنية في سبيل الحد من النزاعات العشائرية. اليوم مثل ما يعرف الجميع محافظة ميسان هي موروثها الاجتماعي وتركيبتها وطبيعة سكانها تركيبة عشائرية، لذلك اليوم هذا المؤتمر وضع آليات وجدولة زمنية لحل هذه النزاعات المستعصية والمتراكمة خلال فترات طويلة من الزمن. احنا كأجهزة أمنية طبعا داعمين لدور شؤون العشائر في المحافظة، وسوف تشهد الأيام القادمة إن شاء الله حل لأغلب النزاعات العشائرية التي وقعت، وفي نفس الوقت أيضا نقوم بإجراءاتنا بالاستباقية للحد من وقوع هذه النزاعات. طبعا النزاعات العشائرية مثل ما تعرفون أسبابها مختلفة. حقيقة تم إعداد ورشة عمل داخل قيادة العمليات، وتم تفعيل خلية الاستخبارية داخل قيادة العمليات بالاشتراك مع قيادة شرطة ميسان والأجهزة والوكالات الأمنية الموجودة، زائدا استخبارات قيادة عمليات ميسان. تم تحديد المشاكل أو المعاضل التي تواجه المحافظة، وكانت هي أربع معاضل حقيقة: المخدرات وتجارة السلاح والنزاعات العشائرية والابتزاز. ووضعنا خطط لكل وحدة على حدة منفصلة، لأنه كل وحدة معلوماتها تختلف عن معلومات الأخرى. منطلقين وننطلق سادات الشيوخ عشائر محافظة ميسان، وهذا هو شأننا، دائبين دائما لحفظ الأمن واستتبابه ودعم القانون والقوات الأمنية ودعم هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة لكي تكون الدولة قوية واكتد منها اللي يلجأ إليها الضعيف واكتد منها القوي. إن شاء الله اليوم حضور محمد عباس العريبي الشيخ خالد بن محمد، حضور جميع الشيوخ، إن شاء الله ماكو شيء ما ينحل، وأكثر شيء تركيزنا على الدقات العشائرية والمخدرات، ومحافظة ميسان بس هذا الشيء بيها، وإن شاء الله بحضور الجاويد والسادة والشيوخ.